النقاش استضفنا لكم السادة محمد عبدو وجيه من وجهاء المنطقة، والسيد هارون الصبار، والأستاذ علي الأحمد. أهلا بكم والمحمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في البداية أتوجه بالسؤال إلى السيد محمد عبدو لأسأله أولا عن تاريخ وعن طبيعة المنطقة التي يسكنونها، طبيعتها السكانية وطبيعتها طبيعة أرضها. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. نشكر قناة الوطنية لإتاحة هذه الفرصة. على العموم منطقة ذلين قال له منطقة ركيز عبارة عن منطقة زراعية رعوية، وعلى الخصوص ذلين قال له منطقة العويجة عبارة عن منطقة كذلك زراعية رعوية، والعويجة عبارة عن سهل يمتد من ينبع من النهر السنغالي، بل من يمتد ينقال غاني، ويمتد من بلدة تفصل بينه مع البحارة الشرقية للكيز ينقالها قويلي. وهذا السهل يبدأ كأنه ممر الماء ضيق، ينقال بلغة المحليين المسيل، وهذا المسيل يعود عرضه يتراوح بين 300 متر بدايته 400 متر. منين الحق بليد ينقال دقة توميات، بل من يبدا سهل العويجه يوسع، يبدا يوسع على شكل يعود تقريبا وسعه يتالف من يتراوح بين 3 كيلوات كيلين ونص، ويمتد مستوي تحيط به من جهته الشرقيه علب، ومن جهته الشمالية علب كذلك، كل علب بينه مع 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 أرض السهل عبارة عن حزام طبيعي من الأشجار الطبيعية، يمتد كذلك مع هذا العلب لين يلحق منطقة أقويري. لين يلحق أقويري لهذا يجوز زيارات كبارات يعودوا كيف اللي سادات عليه من قدام، وينفصل السهل على شكلين، جناح منه هو اللي صاب في البحارة الشرقية، وجناح منه ينتهي عند بلدي قالوا جوخة معدل عليه السد منذ الستينيات. هذا هو عبارة عن 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 موقع الجغرافي اللي قالوا العويجة. العويجة من ناحية الإدارية تابع لمركز التيكان، مركز التيكان تابع لمقاطعة تركيز. هذا هو 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 هي ناحيتها الإدارية. هذا السهل اللي لصيفته كان منذ عشرات السنين هو اهله حالتهم الاقتصاديه هي حاله المنطقه كامله، على انهم معتمدين على الشيء قالوا زراعه وتنميه وتنميه الحيوان، وهذا هو اعتمادهم القديم، وساكنه فيه عباره عن مجموعات من المزارعين والمنمين، معناها زاد في الزراعة والتنمية. وهذه المجموعات تسكن منذ عشرات السنين، وكانت تعتمد أساسا قوتها اليومي مصدره هذه المسائل الاقتصادية اللي ذكرنا هي الزراعة وتنمية الحيوانات. وكان من الطبيعي كعادة شمامة كاملة عن منين تخلق السيل ويفيض البحر يجي الماء ويملى السهل كامل، وهذه مدة تراوح بين 3 أشهر إلى شهرين وشي، وبل منين يبدأ الماء يتراجع تبدأ الناس بزراعتها الموسمية تابعة ذاك الماء، وتبدأ أم اللي حيواناتها تعيش على آثار ذاك الماء. كان عندهم شيء قالوا خريفين، معناها عندهم السحاب إلى جهات يخرفوا الأعلاب ويخضار ويزيانوا، ومنين يجي السيل أم اللي ويرجع يخضار السهل أم اللي ويزيان ويعيش في الحيوان عيشة جديدة. وهذا اعتماد هذا هو كان اعتماد هؤلاء الاوائل اللي لهم فيه ما يقدر ب 125 سنه وهم ساكنين فيه بالطريقه هذه. وهذو السكان هذه الساكنه ذاك التاريخ اللي ذاك جات لهذه الارض ولا جاتها محتلتها ولا مقتصبتها، جاتها وسكنت فيها باتفاقيه مع
لكن التاريخ الناس اللي تحكم ذيك البلده وما زالوا الى الان يتمسكوا بوصول ذيك الاتفاقيات والعقد اللي كانت قديمه عندهم، الى الان ما زالوا يتمسكوا بها. معناه ان يعتبروا عن هذا السهل عباره عنه ملك تقليدي، ملك تقليدي لهذه المجموعات السكان، وهو كان مصدر قوت يومها ومصدر اللي ينقال له اعتمادها ذاتي. زين لهنا توجهوا للاستاذ هارون، من درى شنو هي كانت طبيعه المعيشه قديما في هالسهول؟ اولا انا اكد ان اللي قال اخ انه اللعب صوره حقيقيه. ولا هنا نكلمك بشوي عن وضعيته المعيشيه اللي تعيش الناس اليوم. والله بعد من الساعه اللي فقت بيدي سبب هي اختي قد نعود معنا عنده درايه عنه، وفهم لله الحمد للاشخاص اللي قد يعطيك التواريخ. نعرف ان وضعيتنا ماساه ومتعرضين لياسر من الاخطاء. والدوله الحمد لله أول مرة لاهين نبلغوا رسالتنا للمعنيين الموريتاني، وإحنا من المعنيين من بالمنطقة، أن يا الله الدولة تجاوبوا معانا جواب منطقي وتخرسنا بعين الاعتبار. أن قطعنا هذه البحارة قمرة هذا عادلنا بالنسبة لنا ضحية، ما أننا جابرين من مردودية منه، والله مردودية من الحوثة الترابية، مو هو اللي قالوا الناموس واللي قالوا البرد الشديد، ومعنا مولي في زاوية ثقيلة منين يقعد فترة الخريف، ما عندنا بليدة يتواصل لنا من هالشيء، ويطرأوا لنا حالات بعض الناس تقل صحته، والسيارات نقلهم صعيب، خالق موجود منه شيء ويمشي من عند الصباح إلى صباح. ولا قدر مولانا ان جات حاله من حالات الامراض مولاها خالق اللي يتم يحاني لنا الصبح تجي سياره. هذه الحاله قديما والله الحاله الحاليه؟ هذه الحاله الحاليه. الحاليه وقديمه بالنسبه ما في تغير فيها شيء. وما يتعلق ب اللي قالوا حاله معاش ذيك الاحياء اللي فهم والقرى قطعا ما عندها شيء امامها تعامل معاه من حالة المعيشية. والله هي وضعيتها اللي ما ساعت ما في مزرعة، ما في مرض، ما في مشي، حتى الأسماك عندها حاجز بينها معاه، وهذا راعيته كاملة الدولة وتوجيهاته للدولة، وهي اللي خلاص الموضوع بهذا الاعتبار. مع أنه هو اللي كان الحمد لله اللي تعتنا الفرصة من بلغ رسالتنا لذاك المعني بينا ومعني موريتانيا ككل. شكرا استاذ علي، نبقيك تقول لي شوي والله توضح لي اسباب ذا القمر اللي انتم مهدين به. ايش تمي لين وصلت الحاله لهذه الدرجه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبيعه سهل عوجه انه سهل كيف سهل اللي في موريتانيا كامل، وكانت هي المزود الرئيسي ل موريتان جميع اللي تحتاجه، ما عاد اعتمد حكما على الاقتصاد الوطني الزراعي والرعوي الى اخره. كانت منطقه رئيسيه وهي الاساس، بحيره تركيز. بحيره تركيز لولا العوجة ما تعود بحيره تركيز موجوده، لانها هي همزه الوصل بينها هي ونهر السنغال. من تاد الحكومة تغير من سياستها بطبيعة الحال، واقتضى الأمر ذاك أن هذه المنطقة تعدل فيها زراعة مروية تتماشى مع العصر، وتتماشى كذلك مع هذا اللي يليق بالناس الوقت الحالي، لأن ذاك اللي كانت الناس تعتمد عليه في زمنها الماضي، تبعيد اقتصاد الماضي تطور، كان ازرع نقولوا باللغه الوطنيه، والله قاعد ازرع ثوب، وعاد درك الارز، وعاد الخضروات، عاد هاي المسائل. في سياسه الدوله عنها تحول ذيك الى زراعه مرويه. كانت تنميه المنطقه فهم تحتاج احتياج كبير
البحيرة الحويجالية هنا هي الأساس في كل في المنطقة. وساتهلها أنا على الأقل ذاك اللي فيها من الناس لا يتطور للزراعة التقليدية إلى زراعة عصرية. وكان الغمر بدايته 85 فمن 82 فصلت بحيرة تركيز إلى بحيرتين، بحيرة الشرقية وبحيرة الغربية. البحيرة الغربية تستفاد من سهل نصرة، والبحيرة الشرقية تستفاد من سهل عوجة. سهل عوجة هذا في ذيك الفترة أول مشروع عدل فيه مشروع باللغة المحلية قالوا مشروع قرته تقريبا 60-50 هكتار. من فم دخل البنك الإسلامي بتعاون مع الدولة، والله طلب من الدولة ومول 1000 هكتار. هذه 1000 هكتار كانت في بحيرة تركيز الشرقية، ونسلم ممول ونسلم مشري نتشارف على التمويل ونسى المسير ونسات الدولة ونسات كامل عن الممر المقضي الوحيد لبحيرة تركيز هي منطقة العويجة. كانت يا الله ساكنة فيها تستشار في ذاك القمر، ما استشارت مواطنين وساكنة ومالكة ملك تقليدي يا الله تحضر على الأقل تعود كيف الناس المستهدفة بذيك ذاك التطور الجديد اللي بدا يظهر في المنطقه. نعم سيد، للاطلاع اكثر مشاهدينا الكرام على وضعيه منطقه سهل او منطقه العويجه نتابع العنصر التالي. في شمامه يعتمد الفلاح التقليدي في حياته على المحاصيل الزراعيه مثل الارز والدخن والفول السوداني، ومن خصوبة الأراضي الزراعية يستمد السكان بقاءهم، وفي كل عام تضايق الاختناقات المائية هؤلاء. وفي ظل غياب أي استراتيجية جهوية لتنظيم الأنشطة الزراعية خلال بدايات الثمانينات من القرن الماضي، شهدت هذه المنطقة القروية ظاهرة الغمر التي أثرت بشكل كبير على التنمية الزراعية. درها على السكان هذا 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 النبات ما يخص التنمية فيه، ما هي قادة تنمى وخطيرة إليها ومسبب لها الأمراض اللي ما هي قادة تداوى ولا عندها علاج، وقطعا فاتت مرات متكرات كلهم تمشي لها بفحوص، إياك بدم إياك تعدل فحوص ويقلبها تجبر له الدواء بها هذا النبات اللي قال له يور ومشكل خطورة لمنطقة تركيز كاملة، نظرا لأنها هي اللي أساسا في موسم الصيف يعود شي ينقال له التنمية ساس مرعى سكنه وساس عنده من المرعى العويجة، وما يخص درها على السكان العويجة بصفة خاصة ركود فيها الماء أعلن شي ينقال الحيوان حيوانات التنمية فيها ما هي قادة تعيش بها هذه النباتات اللي فيها اللي ساكنين اللي ما جابوا علاج ولا قادرين يجبر لهم علاج، وموجهين هذا الطلب للدولة نظرا لانها تخرص مصالح الشعب ودائما تشعر بالامور اللي عانى منها الشعب. ان السبلة العالية تظل فارقة فرغم محدودية الامكانات، اثبتت الزراعة القروية على ضفاف بحيرة تركيز قدرة استثنائية في المرونة والتكيف إزاء التحديات البيئية الطارئة. ويخشى المزارع البسيط في قرى العويجة من تصفية الزراعة على ضفاف البحيرة، فكيف سيتحمل هؤلاء تلك الكلفة؟ أرنباط زايد ويزيد على ذلك، نحن نتعايش في هذه الأرض وكنا نتعايش فيها بسلام ما حدنا الدولة الماء ما محكم فيه، عايشين بسلامة يمشينا الماء في شهر ويولي ونعيشوا نحرزوا ونعيشوا بسلام من هذه الفترات اللي الحمد لله تطورت الدولة الحمد لله وعادت عندها ظروف تمكنها من العيشة الوطنية
خلقت لنا هنا تياها حالات حالها عاد اللي محكم فيه ولا تينا صايبين العيشة بالصيفة اللي كنا نعيش بيها وعدنا في حالة خطيرة نختاره الحمد لله من ينطاح ان الله الفرصة وطانا رعيص الفقراء نوجهوا له هذه الحالة اللي نحن فيها. تعاني الأغلبية من المجتمع القروي الراهن من الفقر، وأحيانا تكون ندرة الموارد الطبيعية أكبر معيق للتنمية المحلية. وأنت تسير هنا لن تعدم أن تطأ إحدى قدميك هذه المساحات الزراعية الشاسعة، لتكتشف لاحقا أن الغمر يحول دون استصلاحها من قبل السكان. إن للأرض عيونا يمتاح عبرها الفلاح الماء الزلال، الماء الذي لا يسقي ظماء الساكنة المحتاجة كثيرا إلى توازن فعال ضمن إيقاعات التنمية المحلية. عبيد الليميجن لبرنامج ساعة مع الناس. شكرا للزميل عبيد الليميجن على هذا التقرير. لين توجهوا بالسؤال للأستاذ محمد، لين يسولوا عن شن من خلال التقرير لاحظنا، والله ذكر التقرير أن ثم مجموعة من المشاكل تعاني من هذه المنطقة، أنت ترى شنو هي الطريقة اللي استطعتوا كنت تعايشوا بها مع هذه المشاكل؟ هذه المشاكل بالنسبة للمجموعات تعيش قدم المشاكل كيف ذكروا؟ أولها عن هذا البحر من الساعة لينقمر حال بين الناس مع المركز الإداري اللي تابعين. عاد الواحد منا يختار ينقال له قيس نواكشوط ولا قيس الكيز ولا القوارب. نين قال له قسم تيكان يبلغ منه واحدين تليين منه يبلغ منهم 15 كيلو القبليين منه يبلغ منهم 8 كيلو يا غالي هو على واحد منه بسبب القمر بيننا احنا مركز الداي تابعين له هو عليه يقيس اداره التركيز اللي واحدين منه 25 كيلو منها واحدين منها 35 والله يقيس اداره القوارب من يقيس اداره تيكان تابع له هذا ما يخص بالحياة المدنية وغيرها من المسائل. لا به صعوبة الطريق. بصعوبة عن اللي قال له سهل العويجة عاد عبارة عن خزان للمياه وهو الشاق عبارة عنه شاق المركز الإداري على طول. به اللي يبدأ من البحار ويمتد إلى 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 قويلي. معناها أنه من أسباب المشاكل قضية بعد قاع اللي قال له العزلة عنه بعد قاع عازلنا عن منطقتنا اللي نحن تابعينها هذه واحدة. المشكلة الثانية اللي ذكرها بقضية أمراض الحيوانات. على أن جميع الناس اللي هم تنمي الحيوان تراجع نموها بشكل قريب. الراجل اللي كان يملك 200 و300 من البقر اليوم منين تجيه ما تلحق عنده 30 ولا 40 منه. وكذلك الراجل كان يملك أدراهم من الخيل اليوم منين تجيه تلحق عنده مهرة والله هنتين نتيجة للقمر اللي صيفته. وحتى في الحيوانات الأخرى كيف الغنم المعيز والنعاج بلغتنا احنا هلها كذلك مولي وقعوا في نفس الشيء معناها عن هذا من مسببات هذه المشاكل. والمشكله الثانيه قاع اللي هي اخطر على ان الناس كان اصلا مصدر قوتها اليومي هذه الزراعه والزراعه احتلها ارضها كامله احتلها الماء وبالتالي هي مهدب انها تهاجر قاع البريده هذه لما خلق حل للمشكله دي. معناها عن هذا من ضمن المشاكل بعد اللي يعانوا منهم السكان. استاذ هارون حسب التقرير ذكر ان ثم مجموعه من الامراض تعرض لها الحيوانات وحتى الانسان كيفاش مثلا؟ والله بالنسبه ل هذه الامراض ولا عندها العيش بدون حد منها مصاب ما عندها مفرد الولايه وهذا اللي قالوا ساكنتها هذا اللي قالوا الطب ما هو خالق بها والولايه ما هو كل حد متاح له وفي كل وقت من ناحيه الماديه ومن ناحيه الطريق. هذه قالوا الطريق بالنسبه لنا مسدوده. وهذه الاحكام المسبقه اللي هي قبضه المبادرات. والله الا شينا تخلقاتنا بناء الاعمال اللي تعاملتهم معنا. وفي ظل هذا النظام بقينا نبلغ رسالتنا والواقع اللي نعيشه. لان هذا اللي قالوا زراعه ما خرصنا حد في بعين الاعتبار. وهذا اللي قالوا حاله الامنيه نفس الشيء. هذا اللي قالوا فك العزله لا حقين فيه ولا اشكال وما فهم حد في الصوره اللي احنا فيها. وبالنسبه للامراض اللي تعانوا بالنسبه للامراض اللي اكثر فيها هذا اللي قالوا البرد. برد؟
البرد وحمة الناموس. هذا هما أكثر أمراض المنطقة فهم هو اللي مثلا أثروا عليها بالنسبة للحيوان. وبالنسبة للحيوان أي زايلة منه والله شيء قلت للبحارة وشربتها ملاها لا بدال ونعود جاهز للدواء الشراء ولا لدى بلاصة شور دشرة ويشريه الى عاد عنده باش الى عاد ما هو عنده اللي ياخذ بيه. ومشكله البحيره دي مشكله البحيره انها ماها الماء اللي جايها فيه ياسر من تعقيم ومراكن ومنين عاد راكن الماء منين راكن يقولوا عنه يربي بعض الشرزمات. وعاد الحيوانات منها شرب من ذيك المويه مصاب ذيك الامراض. فهم الناس اللي تقدر تعود متاحه لها الفرصه ويجوها الاطباء ويعالجوا لها حيواناتها وحالها لا عادي. وبالنسبه لنا ذاك اللي هنا من حالات دواء الحيوان لا عادي، مع ان عندنا شوفه كبيره ونبقوا من هذا المنبر نوجه رسالتنا لمحمد عبد العزيز وحكومته ان هذا طالب الرياضيات تتغير عنا ونخرصوا بها الاعتبار ولا كيف المواطنين سبيل المثال اللي تلنا واللي ساحلنا وعشنا معاش ياسر من الزمن وضعتنا في ذلك. شكرا استاذ علي. حسب التقرير شفنا مجموعه من النباتات في هذه المنطقه، والله الاشجار ندرى شنو هي اكثر الاشجار المثمره موجوده عندكم؟ احنا في شفت كما شفت في التقرير انا عندي مزرعه فم تسمى مزرعه تعاون في المحار. وتقريبا من 2000 وفيها حتى الان في درك فات عاد الحمد لله الاشجار المثمره. وفيه نحاول نعدلوا شو من زراعه الخضروات قط حاولنا مره والله اثنتين ولانا نشحوا فيه. شنو السبب؟ السبب ان فهم المنطقه رعويه اصلا وفيها الاشجار الطبيعيه بشكل كثيف كما شفت في التقرير وتزداد بيور داخلي على منطقتنا وعلى موريتانيا كاع كامل ديك المناطق كامله طلع الهيور ما كان في كنطلع فيها لا الاشجار الطبيعيه وذيك الحاله. وفي ذي المنطقه اللي رعويه اساسا ماهاش برنا باش نحمو ذيك المزرعه وغيرها من المزارع. مزرعه تقريبا تعود 60 هكتار وطولها 1400 متر والله 1500 متر. هذه 1500 متر قط سيجنا منها تقريبا 800 متر والباقي بقى خاص سياج والله كاع مو سياج درنا له ما يسمى بربل. ولا قد يحميها لنا من البل والبقر والغنم الحيوانات فقط حتى الحيوانات البريه هم اللي فما موجوده. ومعنا باذن الله ترى كان فم مشاريع اخرى كيف هذا المشروع العدل؟ فم تقريبا ما يزيد على 20 تعاونيه. يقال هذه 20 تعاونيه الا اسم اصلا بدايه تقريبا التسعينات منين بدا الغمر توجه السياسه الدولي لتنميه منطقه تركيز قبلنا اياك نعودوا الارض مالكينها. يقال عدانا في التشريع هذا به اللي هو القانوني بالنسبه للدوله التمول اللي راه عنده اوراق معينه. هذه عدلناها بالسلميه الفرنسيه وعندنا عدلنا كامل اجراءاتنا اياك هذا الماء نستفاد منه. وكان للاسف الشديد اثر هذا حلم الغمر كان لصالح من الدخره على حسابنا احنا. وقعت من ذيك الاثار اللي كنا نعدلوا المحاولات اللي كنا نعدلوا بقى ذيك الاشجار المثمره اللي شفت الفوق اخترنا الاعلام قسنا الاعلام بعدين نحاولوا عنا نستصلحوا فيها ذاك اللي قدينا نستصلحوا ذاك اللي منها كامل قريب من السهل يجتاحوا الماء فينا وحدين عاد الوارو من فات لين عاد تقريبا مات البعيد حصاد ينتج دون الحصاد لكن تقريبا مات بدا ينزق والله شي قريب من ذاك اجتاحوا الماء استفدتك الناس وطفق مكاينهم وبرتاو ذيك الحمل وحتى انهم اضطروا كاع هما بهم اللي ذاك اللي كان عندهم
من طاقاتهم البسيطة استنفذوا جميع طاقاتهم في مزارعهم واجتاح الماء وبقاوا يسالوا ذاك اللي قرضوا قد يعودوا داروا فيه وبقاوا يسالوا خلاص العمال وبقاوا يسالوا المكان اللي طفق الماء اللي قابلهم عند القرض بنك القرض الزراعي راهو قاع على كل حال خلق فم عفو وبالمناسبه شاكرين الجهات المعنيه بذاك غير ملي ما هو كافي به اللي المنطقه تحتاج تنميه وتعود تنميه مباشره تمس حاجه المواطن الساكن وتمس حاجه المسارع. ومن هذا المنبر نبغوا سياسه دوليه جديده لتمويل بحيره تركيز اللي في صدد تمويل 2500 هكتار الى 2900 هكتار ان هذا اول شيء يسبق فيه منطقه العويج. اول يسبق فيه احنا المزارعين اللي زراعتنا اللي مناطقنا اللي كنا نزرعوا اجتاح الماء واللي الدوله تخطاتنا بتمويلاتها وتخطاتنا بمشاريعها لحاجه في نفس يعقوب. انتم ما درك من بدايه هذه الاصلاحات والله السياسه اللي عدلت السكان الاكثر فقط ما قد استفدتم شيء منها؟ هذه لا. واستفادوا منها المناطق المجاوره؟ هذه درك المناطق هذه درك التمويلات معدله لصالح مجموعات مجموعات الملتان. هذه المجموعات تسكن في اخر المنطقه. ونحن نسكنوا في بدايتها. والماء ممروا واخذوا من اراضينا. اللي مالكين الملك التقليدي واللي حايين بالسكن وبالزراعه منذ قرون خلت. الى حد الساعه ولله الحمد ما زلنا نحرث فيها، نحاول عن نعد فيها شمل الزراعه المرويه لكن طاغي عليها احنا انا سنه 2003 و2003 2004 2005 2006 الى 2015 دائما نقدم طلب لوزاره البيئه سيجد مشروع ركيز 1000 هكتار سيجد كافه المشاريع وانا ما هي من الناس اللي اجبرت السياج نظرا للمنطقه اللي انا المنطقه اللي حارث فيها والمنطقه اللي ساكن فيها والمنطقه اللي نعيش مع اهلها مخطيه بذي التمويلات كامله اللي اغراض ثانية وهذا في الحقيقه احنا نحتسبوه ظلم وحيف في حقوقنا بين اللي عاد السكن مساكينه واللي عاد الاحياء احنا حارثين واللي عاد ملك حمال الملك التقليدي. الناس اللي ورانا احنا هي طبيعتنا واحده الا ان اكثر احنا احياء هذيك الناس اللي لا يتمول حاله والناس اللي معدل حاله ما هي ساكنه ساكنه في اراضي فلات في ذوك الخلوات ومعدل لها المشاريع ومعدل هذا كامل واحنا مخطئين مشاريعنا ما يجبر السياج اراضينا ربحنا من غمرها الحمد الملاريا كل سنه تقتل منها 5000 ان شاء الله 6 والله 10 وجنوا منا واحدين المنطقه فيها واحدين جنوا جاوا طب جهده بحمض الملاريا و و و والحيوان اللي كان يملك منه 200 الى 300 راس من البقر تراجعت الى 50 و40 و60 تنمي الحيوانيه ما تتخالقه بها لازم المياه بها المياه الراكده اللي فيها الطفيليات وفيها الجراثيم الكثيره وضرك الماء الطحالب على وجه الماء وفيها حتى انها ربات نباتات ما هي طبيعيه ولا هي مألوفه في المنطقه وضاره غير نافعه كيف يور ونباتات فم في الحقيقه داخل المنطقه وحتى ان في جرذومه تدخل في جل الانسان وجل الحيوان وتستقر قط طب شخص لكم حاله هذه الجرذومه يعني العموم عفوا العموم قال الدوده القينيه هي اللي هي اللي قال لها محليا بروتو قال لها محليا حكما بروتو على شكل ثاني ما هو ذاك الشكل اللي يعقب يعود قرحه هو يعود شبه مره وبالنسبه للحيوان الدوده تدخل الى الكبد وتوكل الكبد الحيوان البقر يمين ينتحر يجبر كبدته ما تلات هي ما ماتت طبيعيه بتهرد والله كاع مرات ما تتخالق شكرا استاذ محمد من درا قطعا كنتم بما انكم في محيط بكم الماء قطعا كم دور يعود عندكم
موسم اكثر من المواسم الاخرين اكثر تضرر فيه، والله قاعد تعودوا شبه عزله عن المناطق المحاذيه لكم. نظرة تم فصل قد تجبروا شنو هو تعدلوا معه؟ تم فصل من ناحيه العزله خالقانا، هو موسم السحايب، لان شو السحايب تنزاد العزله. بهدي كان عندنا القمر حاد يعني في زلنا شرقي قافل علينا كل المنطقه، تبقى المنطقه ساحنا مفتوحه زمن الصيف، فغانين شو سحاي امتنان تنقفل، يعود يجوا الايام اللي ما يقودوا السيارات يدخلوا. ومعنا عن اصعب منطقه زمن عندنا هو فصل الخريف. هاي نحن استاذ هارون احنا نعرف ان منطقتكم انها منطقه زراعيه كيف قلتوا من الدرجه الاولى، من درا كان ذا اللي تزرعوا انتم والله ذا اللي استطعتم انكم تزرعوا كانوا سد حاجيات السكان، لا السكان المحليين على الاقل. احنا قاعد نقول لك ان السكان المحليين ما تلاقوا عندهم شيء معالجينه بالنسبه للزراعه. قطعنها مدعات بين البحرين، والبحرين عامة مثلا واردين فيها عدة مسائل من تقريبا تغطيتهم لها. لولا فك العزلة من ذي اللي قالوا المارة وصرتوا ذي اللي قالوا زمن الخريف. الثاني اللي قالوا نقطة صحية يفقدوها. الثالث اللي قالوا ذي اللي قالوا الزراعة ما عندهم أي باب تلاقي يعالجوا منها. وهذا اللي قالوا النقل شلونهم صعيب. وهذا اللي قالوا حالة التمدرس عادية. وهذا اللي قالوا العطش بما انها انتم عندكم مدارس عندنا مدارس هي غير ذاك اللي خالق فيهم لا متبرك دائما السنه ذاك اللي يخلق فيها لا عادي عادي بعدها تمشي الدوله ومعلم او اثنين وحنا الحمد لله قرى خالقه وفيها الاطفال ودائما مترضين لها. سبيل المثال خمس اربع اقسام دائما ذي اللي قالوا عالم مشكله ذي قالوا السنه الاولى والسنة الثانية هاي دائما عندنا مشكلتهم ولقط فات سنة ما مثلا ما حاصلين مبالغ الاثنين يقال ما عندهم بنهاية له يدرسوا فيها ولا موجودين المعلمين ودائما المعلمين اللي يجونا مش شكلين لانهم يجوا واحد منهم يجي من نوع واحد ويقدر يركز على ذاك النوع ونعودوا لا ذاك لا الرضا بالغضاء عندنا لا ذاك اللي مثلا متاح انه تو هو اللي يقدر يتعامل معه. أنا كانت مش بشكاوى لوزارته هذا اللي قالوا رسائل واهلي انه تبارك الله ما انا هذه ندي عنها من محاولتنا قال 20 والله 100 لان فات قامت بعثات مرنا الناس سكان فم تدرت ولحقت وصلت ياسر من الرسائل للناس اللي معنيه بالمنطقه وبالخصوص معنيه بالبحاره. يا غير انا من المنبر نبقي نوصي الدوله على العموم ان حد شاف وضعيه موريتانيا طبيعي انه يا الله يوصلها بالطريقه الصحيحه. ياك يعود كل حد يثيق في حد ويثيق انه لا جاه مسؤول من الدوله. مشكله ما هي مشكله الرئيس، مشكله براسيله اللي تمشي من عنده. احنا طالبين من المنبر انها تتم ذاك اللي تجبر هو اللي تجيب حقيقته به اللي ما هو مزق لها شيء ولا هو مخسر عليها شيء. الى ما زادها خير ما يزيدها سوء. مع وضعيات ناس واللي تعيش يا الله حد يتفهم شمل عند الدوله ماشي يبحث عن هذيك الوضعيه اللي فيها وضع الناس يشبه له. وفي الاخير حاجه اللي اخر مشي لسيد الرئيس شو الولايه تقسيمه انا ذاك لبحيرته والله اطراب قمو حاجه اللي الحق لي ذوك الايام في الباديه جاي ميلاه انا وجماعه معايا وجماعه اللي كانت فيهم وحاولنا ان نعدل وقف امامه نظرا ان ما فينا المجموعات اللي تعاني ما فيها حاكم ولا فيها عمده ولا فيها ولا فيها ولا فيها الى متى. وبنينا مخيم على ظهر قدره وتوقفنا جزاه الله خير وخرسنا ونحاتنا بعد كم من
هي غير كان يا الله المنطقه اللي معنا فهم عمدنا وشيوخنا يخرصونا على الاعتبار ويعرفوننا ما جابنا الفهم يكون الدر الحقيقي. اللي من يعود قالوا الخريف سبيل المثال منين تقوم سياره من عندنا صاد علي اتجاه كارد هذا اللي قال له ما بين العلق والشمامه وتقد ما توصل لنا ما ين الله ياس تعرف المنطقه منين تكرم وتواعد لها وينقال لها عن واعد سبيل المثال ذوك غراء الا شنو هم قاعد يقولوا ما هو مستحيل. لذا معاشنا وحالتنا قطعنا وضعيتنا ذهي ونبقى رسالتنا تبلغ وتبلغ بصفه متامه وان مصر الدوله انها تخرصنا بها الاعتبار ومحتاجين الى اقصى حل. استاذ محمد حسب انتم باطلي اهالي المنطقه نرى شنو هما كان اكثر المناطق اللي مستصلحه والله الارض البور اللي ما فيش. هي بالنسبة لأن توقع أن أعطوه صورة حقيقية بالنسبة للمنطقة بشكل عام منطقة نحن ما خلى القمر فيها بلد صالح للاستصلاح هي الأرض الصالحة للزراعة اللي قالوا أرض شمام معناها الأرض الكحلة والأرض الكحلة هي اللي استهدف القمر واحتلها كاملة معناها أن حد كامل بعدها ويحدث شمه إيروار وطيشط لأكل يصلح الإعلام ما عنده بل من يعد الشفم به اللي نحن جربنا مر الزمن انه لا من عدل تشرب في المنطقه الصالحه نين تعود ماذا تكون مد الهلي من ناحيه الحصاد يطلع عليها الماء ويغمرها كيف اسلف الاخ عن فم تعاونيات يم 20 تعاونيه قال هذه 20 تعاونيه ارضها اللي اصلا يا الله تستقل محتلها الماء ولا ولا عنها ما فهم ضمانات به ما فهم حواجز الوقت اللي مولي تيقمر لا يجي قاضي عليه. معناه انه هو بشكل طبيعي على من قديم عن هاي المنطقه كان يمر عليها الماء. قال حاسه الدوله وعدلت براجين. براج عند المنبع اللي هو براج قاني وبراج عند بل من الضخ هي في بحر الشرقيه للكيل. هذا عدلوها كانه يعود يضمن عن تعود هذه البيده خزان للماء. والدراسات اللي جات نسات عن يالا دراسه تفتن على اساس حل مشكله بعد قاع الساكنه اللي هامك بلدتها تملاها من الى الابد. هذه دراسات ما نقبض فيها بعين الاعتبار ورود هاي الساكنه وعنها ما عندها مش تعيش عليه مو ذي الساحه اللي تمتلئ وتعود خزائن للابد معناها عنها ما تصلح له ما هو حد لا عادي يصيد مو لحوض وخارج واحد من شعراء المنطقه فم قال احمد السلام ولد الداهي قاض جاها في حالتها مغموره كامله لكن غمر عدس الدوله وقال عليها شيء من الشعر الحساني فيه بعد يقول العوجه من امباي شرقه وكره تاوخاي وعيد تونس اللي بقايتك شرقك هذا طاري يقول اللي بك لا الخير شرقك دار من دياري عوام ونقمس وامن يد وحلايا حول مقاري معناها انها ما دارت صالح حاله ما هو ذي العمليه اللي هي اللي ذكر الشاعر بالحساني. هذا اللي نقول عنه احنا ما عندنا ارض تينا نقدوا استقلوها للزراعه. تعاونيات المشده ما زالوا الى الان اهلهم حاكمين ايديهم قط مكاينهم واذا كان اللي قط عدلوا من الاصطلاحات دائما يحتلوا دمه وصبحوا لا مجمعين فوق المكتوب وهذا هو السبب والسر في النجو ياكم بلغوا هذه الرساله للناس المعنيه بالامر ان ينتظر القضيه وتعدل الدراسه ماذا هي؟ حد هم عدل الدراسه يا الله يعود هذا السهل فيه من الوسع وفيه من القدره اللي قد يعدل فيه بحر الصناعي يتمه ويستفاد ويتم الاخرين اللي تستفاد. به اللي هو قابل هذا به اللي هو واسع يتالف بين كيلين وكيلين ويزيدوا عروض. معناها انه قد تعدل فيه دراسه يستفادوا ذوك اللي مستهدفين بالماء ويستفادوا ذوك اللي ما راح عليهم الماء. استاذ علي حسب التقرير بالله التقرير قال ان عندكم مشاكل المياه مياه الشرب. شنو البديل اللي استحدثتوا لايجاد مياه صالحه للشرب؟ الحمد لله مياه صالحه للشرب المنطقه قاع قبال ما هي فيها. بشكل عام. بشكل عام. منطقه تركيز كامله بيركيز المقاطعه شارب من قال لهم طليلات. وضرك الدولة بصدد مشروع اخر ولا قاع فات الجزء اللي هاد السقي بيتبع القرى القرى اللي
دي القرى اللي ضفت العوجة ما هي مستفادة منه، ما هي مبرمجة فيه، غير بعد اللي فوق ذاك موازي للتشطيات ذاك، دي القرى مستفادة منه والمنطقة بقال ما فيها من صالح الشعب. أنا اللي يهمني نقول عن في هذا الموضوع عن العوجة، بحيرة العوجة اللي أنا هو المزارع الوحيد اللي مازلت محتفظ بمزرعتي فيها ودير فيها الشهر المثمرة ودير فيها العب السهل ما تري في الشيء الحد، وقال من هذا المنبر إن ما أنا قابلين ولا أنا لاهي نقبل أمالي، وردت الفعل ستكون بإذن الله خالقة في وقتها المناسب، لكن تعود دور تعود شرعية وتعود قانونية إلين هذا المشروع اللي لاهي وعد الفركيز ينجز ما برمجنا فيه وخطينا فيه ونغض عنا الطرف عنا لاهي نوقف قدام ذاك بجميع اللي تاحنا من المسائل الشرعية والقانونية، إن ما نقبله نعود مواطنين ونعود ساكنة ونعود موجدة وتعود تعد المشاريع في زرورتنا وإحنا نخطاو ورزرفار والوسيلة الوحيدة لتغذية هذه المشاريع اللي تعدل أرضنا إحنا وسهل أرضنا، ما لنا قابلين تستقل ما هو لصالحنا يا غير ملي قابلين نعود مواطنين نحضروا الناس في خيراتها نحضروا فيها الناس هي غير تسلب لنا أرضنا ونبقى مكتوفين الأيدي، لا لا ولن نقبلها أبدا، وسنرد بإذن الله سبحانه وتعالى ردة فعل، لكنها ستكون دور تعود مناسبة دور تعود فقط المناسب والدور تعود ملي شرعية وقانونية، هذا ما لنا قابلينه ولا أنا لاهي نقبلوه أبدا بحال من الأحوال. أنا ذي المزرعة كل سنة نتكلف فيها ما يناهز تقريبا مليون من اللقية، والوسائل اللي محتسبة وتوه مجد ما نستفاد منها، ضرك حاليا كيف شفتوا داري فيها شم كاروت وسولت قبيل عن الاكتفاء الذاتي يا كانوا الى اللي حدثنا المناطق الساكنه فهم تجبر اكتفاء ذاتي. نعم 2008 2007 2008 قط جبر التمويل شوي من الدوله ولا يكثر بيا اللي الربا ما نبغيه، جبرت على كل حال شو من قاسوال وش من البوران ترى كانوا تمويل جبرته بصفه شخصيه والله تمويل انا بتكلم لك رئيس تعاونيه معي في رجال اخرين، هذه التعاونيه ذي اللي جبرنا لها استطعنا عنا نعدلوا هنا تقريبا قريب من 30 هكتار نصف حول، هذه 30 هكتار ذيك الفتره اللي هي الناس كامله الساكنه استفادت الين زاد على حاجته هي وبدون ملي انها تعود تشريه بصفه مجانيه، ذاك اللي بقى دون حاجه الساكنه هو اللي نجون ونسوقوا في المقصود، ولا هو راد لنا قاسوال ولا هو راد لنا قدر ولا هو راد لنا السم غير ملي عدلناه بين اللي مجبرين عليه احياء منطقتنا اياك ودرك حالا موجوده في الوقت الحالي ومحروده وفيها قرداية وفيها الناس يا غير السهل اللي كنا نحرثه والسهل اللي كنا نستفاد منه اجتاحوا الماء ويا الله ذل اللي اجتاحوا طالبين فيه مسألتين وعدلهم واحد يجفف عنه نهائيا ويعود ما هو خالق احنا اهل التنميه ممكن ذيك الطريقه واهل الزراعه يجفف عنه انت ونطرسوا حيواننا ما عندنا فيه حاجه ينغمر يعود لصالحنا ما عدا صالحنا نعود حاضرين فيه ما يعود لصالح ما الدخره احنا نراعوا فيها ومش شايفر معانا ومضايقتنا احنا ضرك حالا فيه رجل اعمال قبل البلد من الساكنين البلد من ربوا مواشينا حارث تحتنا حارث عنده فام خيامنا ويسكي من اراضينا ويقتل حيواننا حيواننا محاصر بقرنا حالا محاصر وغنمنا محاصره وخيلنا محاصره واللي نملكه محاصر به رجل اعمال متنفذ معدل ذلك وللامانه لا نقول عنهم اللي في ذا المجال ما يمثلونا ولا وكلانا المتنفذين باسم السلطه ولا المتنفذين باسم القبيله اي استفاده اي تمويل ما هو مباشر ويمس حاجتنا ما وصل ولا 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 ولن يصل ابدا ولا انا مستعدين ولا انا قابلين ارضنا المالكين ارضنا الساكنين ارضنا الحايين تعود تعيش بخيراتها مدخره
تقدر تعود قاع ما عنده فيها حاجه. يغير قابل الدوله وداعمتها ومعدل اهل المشاريع بوصفه مدام متنفذه وبوصفه مدام في الحقيقه تقدر تعود عندهم الفرص اللي احنا ما هو عندنا، غير هم الحين عندنا فرص وعندنا على كل حال ان مدى مواطنين ومجد ويلا ما نخطاوا بذلك. ولا خطينا به فاتوا عدلتنا واحده سنه 1998 ومول 1000 مشروع الا 50 هكتار، والله 1000 مشروع في 50 هكتار خام و950 مشروع 950 هكتار صالحه ومول على حسابنا وبنك مول البنك الاسلامي وعدلت الصين لين عاد يشرب ما في بدون مكاين وغرق في سدد في صدد الدوله تمويل 2500 هكتار لصالح مده ثانيه واحنا ما لله نقبلوا ما لله نقبلوا نساو ولا لله نقبلوا. ومن هذا المنبر طالبين من اي رقاج شاف مسالتنا ذاك اللي عجزنا عن رقم الابواب رانا من 2003 احنا نمشي الرسائل ما في وزير ما عنده الرساله وعندنا لها دشرج ولا في مدير ما عنده الرساله وعندنا لها دشرج الى حتى وزير الزراعه حالا عندنا الرساله ما زالت عنده لفات رد علينا مدير الزراعه عنده رساله لفات رد علينا حاكم الركيز عنده رساله لفات رد علينا صنادار ممثل صنادار عنده رساله لفات رد علينا ولي ولايه رازه عنده رساله لفات رد علينا حاكم رئيس مصر مركز التيكان عنده رساله لفات رد علينا والرد علينا الرد علينا احنا ما هو الرد عليه ما هو الرد علينا ما هو الرد على المتنفذين اياك يلحقونا احنا هم ممثل روسنا احنا ممثل الشرعي روسنا واحنا هم الممثل الحقيقي روسنا راشين لكم التوفيق ان شاء الله. حسب وجهه نظرك محمد انت راشين هي الحلول لهذه المشكله اللي عندكم اضافه لذا اللي قال علي؟ انا بالنسبه لوجهه نظري يعني الحل واللي انا قاعد فني عن هذه البحيره على انها وسعها كيف قلت قبيل في كلامي عنه يتالف من 3 كيلوات وكيلين ونص وهكذا وعلى ان هي الدوله محتاجه لها اياك تصلح بها الكيس كامل اللي هي المنطقه الوحيده اللي يقدم خلالها يصلح الكيس. معنا عن الدراسات عندها حسب وجهه نظري انا مسالتين اما تجفف الحوض وتمشي لين وسطه وتعدل فيه بحر اصطناعي اولا تجهر لين يقض عن النهر السنغالي ياك يعود وقت النهر السنغالي فيه الميتم هو ملاه والمساله الثانيه تعدل تلقى بحواجز جوانبه يعني يعود ما يفيض المعنو ويعود هذا البحر يضمن سقايه المشاريع اللي فات الدوله دخلت فيهم وتصلح الجوانب هذه الساكنه اللي هي ملاك هاي الارض تعود هي زياده تستقلها وتنمي فيها مواشيها وتستقلها وتصبح قضيه كويسه ما عندها مشكله. هذه واحده. واحده ما ذيك براني ماني فني بعد لا حد وجيه واحد من وجهاء منطقه مزارع بعد غير لا مزارع قالوا واحدين احزاب الصك معنى عني مزارع تعاونيه مزرعتك لاحى من مزرعتك لاحى من الماء وتباغتها بعد عن واحده ما ذي تنجار البحيره في الجانب الشرقي ويخلى جنب ايش هذا جنب الساحلي يعود ملي وزاد ويستقل اهله وينصلح لهم هذا منين يخلق؟ لا هي تعود التنميه اكثر استفاده من انك تحوز على ارض وتملاها من وتعدلها مثلا حاضن الماء اياك يعدل ارض اخرى ويعود ساكن هاي الارض اللي عقب يعود عبد في النهايه على الدوله بهم اللي هو حد ما عنده بل منين بالمين يحرز هو مزارع ولا عنده بالمين ينمي هو منمي هذا ايش باقي له؟ معنى عن باقي له لا يداخل حيوانه وضاعت ارضه ويجي هون اللي يسكن يصبح لها شيء واحده من هذه المناطق اللي الناس هي ينقال يعني ينقال حياء الصفيح وهي الدوله متباركه معها قاعد طاحين لها مشكله هذا من ما في البوادي تعدل لهم هاي المسائي ويعودوا يعيشوا متمونكي ومرتاحين فرضهم يهاجروا منها كامل وتجي الناس للمدينه ويصبح هذا عبء ثاني على الدولة. والدولة تقول عنها تكافح الفقر. حد يكافح الفقر ما الله يعود مولي يسعى مسبباته. حد من اهل البادية منعت له الزراعة ومنعت له التنمية هو ايش عدلت له؟ معناها انه على الاقل يصبح بعد قاع فقير اللي انت كافح الفقر.
والمثل الثاني اللي يرفض شاي ويعاد الكبه جديده مو اللي في الدشره منزل. بعد هو اللي مثلا شكرا. في عجاله شوي هارون واختارك تعطيني، انتم بما انكم ذكرتوا انكم وجهتوا مجموعه من الرسائل، مجموعه من الجهات المعنيه بهذا الموضوع، ندرى شنو هي الرساله الشفويه القصيره اللي تبقي توجه من ذا المنبر؟ من ذا المنبر نبقي نوجه رساله مهمه عندنا، ان وضعيتنا نبغوا تلفت الانتباه، ورسائلنا نبغوهم يلفتوا الانتباه. وضعيتنا ذي اللي اعطينا باكمالها، وضعيتنا مأساة. قطعا عندنا بالنسبة لا أداء ولا نعرف الدولة شايفة علينا. احنا قطعنا بلا شوف على الدولة غير الدولة ما عرفنا شايفة علينا. عدلت شمها، عدلت تلنا وعدلت ساحنا، وبقينا احنا بالسلطية. واللي مطالبين به ان الدولة خلاص مع الاعتبار نجبر بلادنا نطلع شو فيها وتفك عنا اللي قالوا العزلة. وتزودنا بنقطة طبية. وإلى عادة اللي قالوا التمدرس السنوي إن السنة ينقال لها سنة تعليم. أرانا بعد إحنا إلى ذاك زي ما لا مازلنا خرسول. الله ما زال جاينا في طريق وإن شاء الله يعود جاينا. وصلنا. إن شاء الله. كلمة أخيرة أستاذ علي. كلمة أخيرة توجه. كلمة أخيرة موجهة. لا نقول عن نأكد اللي فتقلت. عنا احنا اهل ذيك الارض، عنا حارثينها، عنا ننمو فيها، ولا انا قابل انها تعود تسلب منا لصالح ما دخل. راهي الدوله فات بدات في ذاك وفات عدلته، يا قيد نبقي منها لفته كريمه وتتلافى ذاك الظلم الحيف وتتخلص القضيه على الاعتبار. واحنا كمواطنين وكمزارعين ما زلنا نقولوا ونتكلم ببرود اعصاب ونقولوا على ان وضعيتنا يا الله تخرص، يا الله ارضنا تعوض لنا ارض تكيفتها، والله تخلى لنا ارضنا تجفف تيبس ينقفل عنه الماء. وهذا الى اللي ما خلق احنا مولي باستطاعتنا زاد احنا منين اللي ما يخلق ذا رانا قد زاد احنا نقيس المضيق ونقفله. وللاسف الشديد ندون نضطروا لها يوم ما بين اللي فتنا عدلنا اللي نقدر نعدل من الرسائل، عدلنا نقدر نعدل من الطلبات، وراجل هذا المنبر انه يطرق ذيك الابواب اللي في الحق احنا ما فتنا لحقنا الا نسينا والله ما زلنا قايسين يسبقنا هذا الحلقه وتطرق هويك الحد يسمعه ويعود سمعه ذاك يعود منصف ورانا ما انا قابلين ما انا قابلين رساله تجينا مع المتنفذين ولا انا قابل رجال تجينا مع 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 مع, مع, مع حد ما هرسنا ان شاء الله. ذاك راجين ان شاء الله ان تعود راجين ان شاء الله ان تعود رسالتكم وصلت من خلال هذا البرنامج. وفي نهايه الحلقه باسمي باسم طاقم البرنامج اشكر ضيوفي الكرام واشكركم مشاهدينا الكرام، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.